عمرك عرفت تنسي علاقات مؤذية في حياتك؟ أنا عارفة إنه ده مش سهل، وعارفة إنه صعب قوي بالذات لو إحنا بنحبهم، فالناس دي مش بسهولة بنعرف نطردها برا حياتنا. بس عايزة أطمنك وأقولك على حاجة، لو أنت في البيت ودخل عليكي ناس دخلاء وقالوا إحنا هنقعد عندكم وهناكل وهنشرب براحتنا، هتبقي مرتاحة؟ مش هتبقي مرتاحة، فهتروحي تقولي لهم يا جماعة لو سمحتوا أنا مش مرتاحة، لو سمحتوا اطلعوا برا ده بيتي، فهيقولك لا إحنا قاعدين، فهتجيبي ناس تتدخل علشان يساعدوكي ان هما يطلعوا، وبرضو مش بيرضوا يطلعوا، فهتطلبي النجدة علشان يجوا برضو يطلعوهم. الموضوع بياخد وقت، هياخد وقت ومجهود وطاقة منك كتير، بس في الاخر ايه اللي بيحصل؟ هيطلعوا. فعشان كده بقولك انه ما تنسيش انه في وقت ما هتحتاجي مساعدات كتير عشان تعرفي انك تتخطي الناس دي. وعايزة اقولك ان في الاول هتتعبي شوية لانه هتحني، لانه كانوا بيعملوا حاجات حلوه، فطبعا هنفتكر الحاجات الحلوه، لانه مش كل حاجه بيعملوها بتبقى مؤذيه. بس ارجوكي لما تحسي انك بتحني وقفي، وافتكري دايما الاذيه اللي انت كنت فيها، واطلبي مساعدات خارجيه علشان ما ترجعيش تاني للعلاقات دي. وخليكي دايما فاكره انك غاليه وغاليه قوي، وتستاهلي علاقات مريحه في حياتك مش متعبه.